فريق معاك اكيد يا كابتن ايمن، نجم بقى المباراه ونجم نجوم النادي الاهلي. كابتن محمد شريف ببارك لك على الاصرار وعلى التركيز الكبير اللي انت فيه، توفيق ربنا بيجي تستغل الفرصه الحمد لله يا شريف، ويمكن دي نقطه مهمه جدا معاك، حابب تقول النهارده على الهدفين الاول وعلى الاداء الكبير مع لعيبه النادي الاهلي. طبعا بسم الله الرحمن الرحيم، طبعا احنا ده بنلعب على المكسب، مبسوط جدا ان احنا بنحقق 3 بونت، يمكن احنا ما حققناش بطوله بس ده ماتش من ضمن ماتشات الدوري، فانت بتحط الضغط على المنافس اللي انت دلوقتي خلاص بتقرب منه، عندك ماتشات مؤجله كتير، ان شاء الله الفتره اللي جايه نقدر ناخد كل الماتشات المؤجله بمكسب ونرجع لمكانتنا الطبيعيه طبعا اول الدوري ان شاء الله باذن الله. الاصابات والغيابات الكتيره اللي عندنا يمكن بقول لك كابتن سيد ادتنا دوافع بشكل كبير جدا يا شريف، وخلت كل لعيب عايز يحقق الفوز وعايز يحقق المكسب مع فريق كبير زي نادي الزمالك، اشتغلتوا مع بعض ازاي نفسي وبدني وفني مع ميتسو موسيماني؟ احنا 30 لاعب في النادي الاهلي، كل اللعيبه نفس الامكانيات نفس القدرات، طبعا اللعيبه اللي غايبه طبعا لعيبه كبيره ولعيبه مؤثره، بس الناس اللي موجوده رجاله وقدروا النهارده يثبتوا ده والحمد لله على المكسب. تقول لكل اللعيبه الرجاله لسه ما حققناش حاجه شريف، لسه خلاص مباراه وانتهت، تقول لكل اللعيبه دي لان بالاداء والرجوله دي لو استمرينا بيها الفتره الجايه ان شاء الله بطوله الدوري موجوده في دولاب بطوله النادي. طبعا بنبارك لجمهور النادي الاهلي وبنبارك للعيبه، وان شاء الله الفتره اللي جايه تبقى احسن ومزيد من الانتظارات والبطولات باذن الله. حبيبي الله يخليك حبيبي، وبنبارك اكيد لمحمد شريف وكل نجوم النادي الاهلي اكيد يا كابتن ايمن، مجهود كبير ومجهود رائع ومميز جدا، لحظاته هتنتهي الفرحه خلاص، هنبدا نفكر في المباراه القادمه ونبدا نفكر في مشوار بطوله الدوري، يعني هم دول لعيبه النادي الاهلي وهم دول رجاله النادي الاهلي، يا رب ان شاء الله باذن الله يحافظ على كل اللعيبه دي من الاصابات وتبدا الاصابات كمان ترجع من جديد للنادي الاهلي. عندنا عدد كبير يا كابتن ايمن الفتره اللي فاتت، يعني اصابات حدث ولا حرج طبعا زي ما احنا عارفين، لكن مع تدرج الوقت ان شاء الله باذن الله عدد كبير يرجع لنا وعدد يخش كمان تدريجيا في المباراه، ده المهم وده اللي احنا بنتمناه. فرحه اكيد هتاخد وقتها زي ما بنقول، ثم بعد كده هننتقل بكل دوافعنا وبكل كبريائنا الكبير وكبرياء للنادي الاهلي في التحضير للمباريات القادمه. زي ما احنا عارفين الفتره اللي جايه مهمه جدا وده اللي احنا بناكد عليه، يا رب ان شاء الله القادم يكون افضل للنادي الاهلي. عوده ليك من جديد والكابتن ايمن شوقي.